السلام عليكم ورحمة الله. إن الله يحب المؤمن المحترف، هكذا جاء عن النبي الكريم. المحترف يعني صاحب مهنة وحرفة تجعله يعيش عزيز النفس لا يتكل في رزقه على أحد من الناس. حديثنا الليلة عن الضوابط المعنوية في كسب المال، كيف ينظر الناس إلى الأرزاق. حاولنا حقيقة أن نطلع على نبض الشارع لقياس مدى علم الناس بالإنفاق والكسب. دعونا نتابع ثم نبدأ الحوار. المال خير، وكتاب الله مليء بالآيات التي تشير إلى ذلك، منها قوله تعالى: إذا مسه الخير منوعا. وإذا كان المال خير فلا بد أن نجمل الطلب فيه. وقد استوقفتنا هذه القضية، إذ كيف ينظر الناس إلى طلب الرزق؟ فنزلنا إلى الشارع نسأل الناس رأيهم ونستفتيهم في سؤالين. السؤال الأول: هل تعتبر المال الذي تحصل عليه ملكا خاصا بك أم أمانة عندك؟ أي فلوس من أي مصدر بعتبرها أن دي أمانة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيبعت الرزق ده ولازم إحنا نكون بنحافظ عليه، لأنه هو نعمة من عند ربنا. لما هي ملكك، ما دام أنت اشتغلت بيها وعليت بيها وشئت بيها ملكا حلالا بلالا طيبا. أمانة لأولادي وأمانة لزوجتي وأمانة لي أنا برضو، أن أنا أنفق منها بس ما صرفش. لا، ملك لي عشان أنا عامل في الدولة، بعمل في الدولة، ولو ما بعملش في الدولة هيجيني قرش منين؟ هي أمانة في نفس الوقت هي ملكي، بس هو حسب الاستخدام اللي أنا هصرفها فيه أو هوجهها لي. السؤال الثاني: أي مصارف الإنفاق تعتقد أن الله يجازيك عليها؟ فلوس تتصرف في الحاجة اللي هي فيها منفعة، إذا كان مثلا معيشة، إذا كان مثلا علاج، إذا كان أكل، إذا كان مسكن، إذا كان ملبس، بس ما فيش تهلكة في أي حاجة تاني. ربنا يعني جعلني مسؤول عن الناس، فالمرتب اللي بيجي أو الرزق اللي بيجي المفروض يتقسم على 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 الناس اللي أنا مسؤول عليها. كان هذا هو رأي الشارع، فما هو رأي الشرع؟ أهلا بكم مشاهدي الكرام. ضيوفي الليلة هنا من الاستوديو الدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبادي، باحث أول في إدارة البحوث في دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، ومتخصص في الاقتصاد الإسلامي، ومن جدة المستشار المالي الدكتور لاحم الناصر، الخبير في الصيرفة الإسلامية ومعاملاتها. باسمكم مشاهدي الكرام أرحب بضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتور إبراهيم. كثيرا ما نسمع المال مال الله، وأن الإنسان مستخلف فيه، كما قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما المقصود بهذه الآية؟ وكيف يعني سمعنا في الاستطلاع ويقول المال مالي، لكن ما أدري مدى دقة هذه العبارة حقيقة، هل هو يطلق من باب المجاز هنا، وما هي ما المقصود بهذا أن المال مال الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك أستاذ غسان، وأرحب بالضيف الكريم. وحقيقة المال مال الله عبارة ثابتة وأصل في الاقتصاد الإسلامي. باختصار ممكن نقول في كل مؤسسة وشركة كانت أو دائرة حكومية هناك أمين صندوق. جميل. أمين الصندوق هذا عنده أموال الدائرة وأموال المؤسسة، هو يستطيع أن يتصرف في هذا المال ظاهرا، لأنه يملك المفتاح، وقد يملك هذا المال في الدرج، أو يملك رقم الحساب الخاص بهذه المؤسسة كلها، بهذه المؤسسة كلها، ولكن لا يستطيع أن يصرف دينار أو درهم أو حتى فلس واحد إلا بمستند صرف. صحيح. لأنه في النهاية محاسب على كل ما يخرج من صندوقه في حساب عسير في نهاية الشهر وفي نهاية السنة وهكذا.
إذا هو مؤتمن يعني. الأمر نعم مؤتمن، الأمر بالضبط هذا هو التصور الإسلامي بالنسبة للمسلم فيما أودعه الله تعالى من مال. فما لدي من أموال وما لديك من أموال في ظاهر الأمر هي ليست أموالي وليست أموالك. حلو. نعم هي أتتك عن طريق التعب وعن طريق العرق، وأنت رجل كادح وأنا رجل أجاهد على أسرتي وأجاهد في عملي، ولكن هذا المال مال الله، سخره الله تعالى لنا وفق ضوابط. هذه الضوابط هي عبارة عن ضوابط وعبارة عن شروط، متى ما تجاوزناها خرجنا عن 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 الأصل الذي بينه الله. إذا دكتور أنا فهمت من كلامك أنه من الضوابط فعلا أن يعتقد المرء أن المال الذي بين يديه هو ليس مالكا حقيقة له، وأنه وديعة، أنه أمانة، ولذلك جاءت وعارية أيضا كما جاء في بعض الأحاديث، وأن الإنسان إذا ما انتقل من هذه الحياة كما يعني يرى ورد أنه يتبع الميت أهله وماله وعمله، يعني يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. فإذا المال حقيقة وديعة مؤتمن عليه الإنسان، لابد أن ينظر بهذه النظرة. هذا من الضوابط التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم، ولذلك ربنا عز وجل قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. اسمح لي أنتقل إلى الأستاذ لاحم. أستاذ لاحم مرحبا بكم مرة أخرى، وإذا لك كلمة حول موضوع المال مال الله، وأحب أن أبدأ حقيقة بعد ذلك في الحديث عن موضوع النية. تفضل أستاذ لاحم. مرحبا بكم، السلام عليكم. وعليكم السلام. الحقيقة أنه عبارة المال مال الله كما ذكر الدكتور إبراهيم، يعني هي المال هذا هبة من الله سبحانه وتعالى للعبد، ورزق ساقه الله إليه، وهو في واقع الحياة يملكه بملكا حقيقيا يتصرف فيه، ولكن الشرع جعل هناك ضوابط على الحصول على هذا المال وضوابط لإنفاقه. فالمؤمن يتحرى هذه الضوابط في الكسب، ويتحرى الضوابط في الإنفاق. ثم يعني الله سبحانه وتعالى قال جعلكم مستخلفين فيه، العلماء يعني قالوا في هذه الآية يعني جعلكم خلفا فيه، أي ورثتموه بعضكم عن بعض، وبالتالي فهو ينتقل منك إلى وارثيك، وقد انتقل من سابقيك إليك، فأنت إنما يدك يد عليه يد استخلاف وخلافة. حلو. فيجب عليك أن تراعي الله سبحانه وتعالى في ذلك. ثم ننتقل لمسألة النية. أنا حقيقة هنا وأنت تتحدث أستاذ لاحم خطر في بالي، وأنت يعني تؤصل للموضوع أن المال هناك ضوابط لكسب المال وضوابط أيضا لإنفاق المال، ولذلك الإنسان مسؤول عن الأمرين معا كما ورد في الحديث لا تزولا قدما عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أود أن أتكلم عن النية، وكما هو معلوم النية روح العمل وقوام العمل، وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المعروف لدى الجميع إنما الأعمال بالنيات. سؤالي هنا أستاذ لاحم، هل تقتصر النية على العبادات أم أنها تتعداها إلى المعاملات وغير ذلك؟ وإذا كانت تتعداها كيف يمكن أن تتعداها، وكيف إذا تعدتها هل يصبح ذلك عبادة؟ الحقيقة أن حياة المؤمن كلها، كل حياة المؤمن عبادة لله سبحانه وتعالى إذا ما استحضر النية. والحديث الصحيح في البخاري عن عمر رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الحديث. فهذا أساس في كل معاملات وحياة المسلم، وهو استحضار النية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني قال وفي بضع أحدكم صدقة استعجب الصحابة واستغرب،
فقال: ويأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له بها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك في الحلال. فالإنسان عندما يستحضر النية في كل عمل يقوم به يتحول إلى عبادة، وهذا من يسر الإسلام وسهولته وتيسير العبادات على المؤمنين. فاستحضار النية لازم لحصول الأجر من الله سبحانه وتعالى على العمل العادي البسيط. حتى الإنسان يقول عليه السلام: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته له بها أجر. نعم. وبالتالي فاحتساب النية واحتساب العمل عند الله سبحانه وتعالى في كل عمل يقوم به ابن آدم، فإنه في أكله وشربه ونومه كله مأجور عليه إذا ما استحضر النية للتقوي على عبادة الله سبحانه وتعالى، أو استحضر النية لإعفاف نفسه من الحرام، أو استحضر النية للتوسعة على المسلمين، كلها يؤجر عليها بإذن الله، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على المؤمنين. اسمح لي أستاذ لاحم، دكتور إبراهيم، قبل أن أنتقل إلى موضوع الأرزاق والأخذ بالأسباب، يعني تعقيبا أو كلاما حول القضية التي أشارها أستاذ لاحم، موضوع ما يسمى بالنيات. واقع الناس اليوم أنهم مهتمون فقط باستحضار النية في العبادة، ولا أحد، يعني كثير من الناس ربما لا يستحضر نية الإخلاص عندما يستيقظ صباحا وهو ذاهب إلى عمله، إلى تجارته، إلى وظيفته، إلى مدرسته، إلى عيادته، ينسون هذا الأمر، وكأنه هناك تقصير ربما من قبل المؤسسات التعليمية، من قبل الدعاة، من قبل لا أدري. واقع الناس أنهم، هل توافقني أم لا، أنهم بعيدون عن استحضار النية في الأعمال والمعاملات والأعمال عموما. بالتأكيد أوافقك الرأي أستاذ غسان، حيث يشهد هذا الجانب تقصير واضح. ومثل ما ذكر الأستاذ، موضوع النية وحديث سيدنا عمر خاصة إنما الأعمال بالنيات، كثير من شراح الحديث قالوا يقوم الدين على ثلاث أحاديث أو ثلاثة أثلاث، وهذا الحديث شطر الدين أو نصف الدين، هذا كلام الشافعي كما يقول هذا كثير من العلماء. وبخصوص النية في شتى الأمور فيها تقصير، وفي الجانب المالي، ما دمنا نتحدث عن الجانب المالي، هنا بودي أن أضيف أنه الفقهاء وضعوا لنا قاعدة جليلة في هذا المجال، قالوا: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني. حقيقة ما أحب أن أنوه إليه أنه كثير من معاملات الناس اليوم ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر. أنا قد أقترض قرض ونيتي عدم السداد، ونيتي التأخير، ونيتي المماطلة، هذه النية هنا تعمل عملها. ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله تعالى عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صحيح. مجرد النية هنا يريد إتلافها أو يريد إرجاعها. النية هنا مطلب مهم ينبغي على كل مسلم أن يحدث نفسه بإصلاحها في كل يوم وليلة، بل وفي كل عمل يقدم عليه، وخاصة العبادات، هذا أمر مفروغ منه. ولكن ما نشهده من تقصير في جانب المعاملات، حقيقة هناك، يعني يمكن أستاذ لاحم وهو خبير مصرفي مشهور الرجل، يعني مرت عليه كثير من الحالات من المماطلات وغيرها، بحاجة إلى تثقيف الناس أكثر في هذا الجانب، بحاجة إلى بيان موضوع النية، وما باعتبار النية أمر ذاتي، أمر قلبي، عمل قلبي، يعني لا يطلع عليه أحد حقيقة. فلذلك القصور موجود. وهنا يعني أوجه إلى المؤسسات الإعلامية، أوجه إلى الدعاة أن يأخذوا هذا الأمر في جانب من الاهتمام. أستاذ لاحم، حقيقة قبل أن ننتقل إلى المحاور الأخرى، ونحن نتحاور الآن، خطر في عقلي بعض الأسئلة حقيقة.
أنه فوائد استحضار النية، وقد فتح لي هذا الجانب الدكتور إبراهيم، كما تفضلت العمل ينقلب من عمل دنيوي إلى عبادة، لكن فيما يبدو أيضا استحضار النية له فوائد في موضوع يعني الكسب، وفي موضوع عدم أكل أموال الناس بالباطل، لأنه عندما يستحضر وأيضا عندما يرى أن هذه المعاملة صورية ليست حقيقية، هل استحضار النية هنا في هذا الجانب له فائدة؟ والحقيقة أن إذا تكلمنا بالذات عن المصرفية الإسلامية وعن المالية الإسلامية، أنا أعتقد أنه استحضار النية أمر واجب وليس أمرا نفلا، لأن القائمين على هذه الصناعة إنما يقفون على ثغر حقيقة من ثغور الإسلام، ومؤتمنون على أموال المسلمين، والمسلمين أتوا للتعامل معهم بنية طلب الحلال. جميل. وبالتالي فكل من يعمل في هذا القطاع يجب عليه أن يستحضر الله سبحانه وتعالى، يستحضر معية الله سبحانه وتعالى، يستحضر رقابة الله سبحانه وتعالى، يستحضر أنه مؤتمن، وأن ما يقوم به هو أمانة، وأنه ناصح. وبالتالي فإن إخلاله بواجب النصيحة إنما هو يعني خيانة لله سبحانه وتعالى وللمؤمنين. وبالتالي يجب عليه أن يحرص حرصا تاما على أن يؤدي العمل كما أراد الله سبحانه وتعالى، يبدأ ذلك من الهيئات الشرعية في استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الفتوى وأنها توقيع عن الله سبحانه وتعالى. بذلك عندما يستحضرون ذلك ستكون الفتاوى وفقا لما يرضي الله سبحانه وتعالى، واجتهادا نابعا من مصلحة الدين لا لمصلحة الدنيا. جميل. ثم ننتقل لمسألة الرقابة الشرعية داخل هذه المؤسسات. فالمراقبون الشرعيون داخل هذه المؤسسات هم الخط الأمامي وهم الخط الدفاعي لتطبيق هذه القواعد والفتاوى والضوابط الشرعية، ومن ثم فعليهم حمل عظيم، والله سبحانه وتعالى حملهم أمانة عظيمة، وإن تقصيرهم في ذلك خزي وندامة يوم القيامة، وهو خيانة في الدنيا لهذا. جميل. لأن من تعامل مع البنك الإسلامي يريد الحلال، ولو صحيح. أراد الحرام فالبنوك التقليدية فاتحة أبوابها، صحيح. وما أكثرها، وقد تكون إجراءاتها أقل وأرباحها أقل، ولكنه أتى لهذا يريد أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بما يحب الله ويرضى. فكيف يرضى عبد مؤمن أن يخون الأمانة وأن يؤكل أو يؤكل هذا الشخص المال الحرام؟ لذلك فيجب دائما استحضار النية في العاملين، لدى العاملين في البنوك الإسلامية ولدى الهيئات الشرعية والجهات الرقابية، وذلك حتى يكونوا بمنجات من في يوم الله في يوم القيامة من حساب الله سبحانه وتعالى. أشكرك أستاذ ناصر. دكتور عبد اللطيف، هناك كثير من الناس حقيقة لديهم فهم مضطرب حول موضوع الأخذ بأسباب الرزق بين إفراط وتفريط، ما هو الرأي الصواب في الشريعة الإسلامية في خصوص ما يتعلق بالأخذ بأسباب الرزق؟ اسمح لي أن أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام، نتحدث عن الضوابط المعنوية في كسب المال. دكتور إبراهيم سألتك قبل الفاصل، ملاحظة أن هناك اضطراب في فهم موضوع التوكل على الله، موضوع الأخذ بأسباب الرزق، هناك إفراط وهناك تفريط. ما هو يعني بعض الناس يقول لك توكل على الله ولا هنالك، ليس هنالك داعي للعمل والاجتهاد، فما كتبه الله لك يعني سيأتيك عملت أم لم تعمل. وهناك أيضا من يترك جانب التوكل على الله ويقول لك يعني يتعلق بالأسباب تعلقا كليا دون يعني أن يربط ذلك
التوكل على الله عز وجل كما قال أحد العلماء، يعني حول تعريف التوكل. نعم، حقيقة انقسم الناس ليس الآن في موضوع التوكل، منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أناس تركوا جانب العمل واعتمدوا على التوكل بالكلية، وتركوا جانب السعي باعتبار أنه التوكل ما كتبه الله تعالى عاجلا أم آجلا سيصيب الإنسان، فلا داعي للسعي ولا داعي للحركة ولا داعي للبركة وكل هذه الأمور. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون يرزقنا الله في حجنا، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جميل. هذا ما ورد في سبب نزول الآية الكريمة. حقيقة هذا الصنف من الناس موجود على مدار التاريخ وموجود في زماننا. طيب. يعني ترك جانب العمل واعتمد على جانب التوكل، وهذا في الحقيقة ليس توكل وإنما تواكل كما يسميه العلماء. في صنف آخر من الناس هو الصنف اللي على النقيض من هذا الجانب تماما، حيث أخذوا في جانب العمل والأخذ بالأسباب من غير أن يراعوا جانب تفويض الأمر لله، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار وأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. نعم. وهناك قسم من الناس أخذوا بالأسباب وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، ولكنهم قصروا في حقوق المال. يعني أقبلوا على الدنيا عمل ومادة، وحينما جاءت الدنيا وجاءت الأموال إليهم نظروا إلى وضعوا هذه الأموال في جيوبهم، وضعوها في قلوبهم، وأثر بالنتيجة على تصرفاتهم فيما بعد. وحقيقة صنف أخير، صنف رابع، هم الذين توسطوا بين جانب التوكل والذي يعني والذي معناه الحرفي كما يعرفه العلماء تفويض الأمر إلى الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. كما قال أحد العلماء المعاصرين له كلمة حقيقة، قال: الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. اسمح لي سأعود لك دكتور إبراهيم. معي أبو عبد الله من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور غسان، وجزاك الله خيرا ضيوفك الكرام. وإياكم أخي أبو عبد الله. عندي سؤال ومداخلة. تفضل. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالي: هل يعني إنسان يقضي فيه إنسان ممكن يكون ضعيف، ممكن مثلا أعطيه حق ماكينة خياطة يشتريها على اساس انها قرض، انا ما لي قرض اياها، لكن كل شهر يدفع لي شيء، وهذا الشيء اللي يدفع لي اياه 500 درهم مثلا اعطيه لزوجته. لكن لو اعطيته اياها ممكن يعني صرف فيها تصرفات يعني كذا معينه. فهذا يجوز لي يعني. هل هذا المال من الزكاه تريد ان تعطيه ام من الصدقه؟ نعم، انا اريد اعطيه من الزكاه، مش من شيء ثاني، لكن ابغى اشتري له الماكينه عن طريق شخص زارز مش عن طريقي انا مباشره. ايوه. وبعدين هو قال له كل شهر اعطيه 500، انا قلت له ما في مشكله عندي، بس قلت له 500 هو يعطيه زوجته، هل يجوز ولا ما يجوز؟ طيب تسمع الجواب. طيب المداخله ولا طيب تفضل اخي ابو عبد الله. دكتور معك تفضل. جزاك الله خيرا. اولا يعني اللي تكلمت عن موضوع ليس بس النية واحدة والجزاء، وانما كيف اكتسبه؟ كنت راح اسال عنها لكنك جزاك الله خيرا حطيت انت. ثاني شيء، نحن كثير من الايام هذه تجد ما يؤثر في الصوم ولا في الصلاة ولا في النوافل، لكن عندما يجد الانفاق في المال تجده يتاخر وراء، عندما يجي الحج تجده يتاخر. وابن عماد الحنبلي وابن رجب يقول ان كثير من الدرجات يصلها الانسان يوم القيامه ليس بكثير صوم ولا صلاه ولا زكاه ولا حج.
صدقت. وإنما بالإنفاقي. ليش؟ لأن المنفعة متعددة. صومك لك أنت، صلاتك لك أنت، صحيح، حجك لك أنت، زكاتك لك أنت، لكن المال متعدد. أحسنت. الله تبارك وتعالى رزقك. صحيح. الناس وجزاكم الله خير. شكرا لك أبو عبد الله. حقيقة هذه ناحية مهمة حقيقة، وهو ملاحظ أن هناك ازدواجية لدى كثير من الناس في موضوع فعل العبادات والتقصير في جانب المعاملات أو في جانب المعاملة، يعني كما ورد في الحديث الصحيح، ولعله الدكتور أو الأستاذ لاحم يعلق عليه، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياه من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أشكرك أبو عبد الله على هذا التذكير، ولعلي سؤال أوجهه لك دكتور إبراهيم، موضوع الزكاة. هل يجوز للغني أن يشتري آلة خياطة للفقير، ومن ثم هذا الفقير على أساس أنه يجب أن يرد هذا المال إلى المشتري، لكن بالطريقة أخرى مرة أخرى هذه الأقساط ترد إلى زوجته، ذلك من أجل أن لا يصرف وأن لا يبذر هذا الفقير، فيما يبدو هذا الفقير لديه نوع من الإسراف. نعم، ترد إلى زوجته، إلى زوجة الفقير. وإلى أي نعم، إلى زوجة الفقير. نعم، إذا كان في هذا الله أعلم لا بأس في ذلك، بشرط أن يعني يكون محتاجا حق، يعني من ضمن الأصناف الثمانية، يعني إذا كان فقيرا أو مسكينا أو، وحقيقة عدم صرف النقد في مثل هذه الأمور يعني هو الأجدى وهو الأنفع، باعتبار أن يحول هذا الشخص من شخص مستهلك نعم إلى شخص منتج. هذا 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 قمة في 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 الفهم وقمة في ورقي حقيقة. نعم. أستاذ لاحم، فيما يتعلق في موضوع التوكل على الله عز وجل، وكما قلنا يعني ختمنا الكلام: الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، وقد ورد آثار كثيرة أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم لديكم أنه رأى رجلا لا يعمل يجلس في المسجد ويدعو الله عز وجل أن يرزقه، فضربه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقال: لقد علمنا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ما هو تعليقك وتعقيبك حول هذه الحادثة؟ الحقيقة أن الدكتور إبراهيم تكلم جزاه الله خير وأوفى حق هذا الموضوع، ولكن لا يمنع أن نتوسع في هذه المسألة، لأنه الناس هذه الأيام يعني كما ذكر الدكتور إبراهيم بين يعني على طرفي نقيض، منهم من ترك الأسباب وتوكل، ولهذا هؤلاء قلة ولله الحمد، ولأنهم هؤلاء عالة على المجتمع وعالة على من ينفق عليهم، ويعني يشوهون صورة الإسلام ويخلون بعقيدة التوكل، فهم متواكلون لا متوكلون. والقسم الآخر الذين غلبتهم الدنيا فتعلقوا بالأسباب حتى ونسوا مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ولذلك هؤلاء للأسف تجدهم أكثر الناس حرصا على الدنيا وحرصا على الحياة وحرصا وتعلقا بها ونسيانا للآخرة، كما أنهم أسرع الناس عند المصائب أو عند حصول خسائر أو عند حصول لا قدر الله أي أمر يؤثر على أمور دنياهم، أكثر الناس انهيارا وقد يحصل لهم أمراض نسأل الله السلامة، وبعضهم يحصل له جلطات، وبعضهم خصوصا من بعض المتداولين في الأسواق أو غير ذلك، وهذا رأيناه، وهذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالمسلم مأمور بالعمل وبالتوكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الناقة: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. فالأخذ بالأسباب
لازم مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والتعلق بالله سبحانه وتعالى، فلا تبقى متعلقا بالأسباب. ولذلك يقول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى أول ما يجني عليه اجتهاده. وبالتالي فالإنسان يجب عليه أن يعمل وأن يتوكل ويفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، فإن كانت نتيجة العمل كما يحب شكر، وإن كانت نتيجة العمل على غير ما أحب صبر ورضى ورضي. الجانب دكتور إبراهيم، جانب الحث على العمل في الشريعة الإسلامية، هل الإنسان المسلم مطالب موقف الشريعة من موضوع الكسب والعمل ونحو ذلك؟ نعم بالتأكيد. الحديث المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. إن قامت الساعة في هذا الهول العظيم وفي هذه الأمور العظام التي تحدث عنها القرآن الكريم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وإذا السماء انفطرت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. كذلك موضوع التوكل في حد ذاته، مثل ما أيضا يعني مر ويمر علينا كثيرا الحديث المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شراح الحديث يقولون: هذا الحديث في حد ذاته هو الطائر، يعني يفهم قسم من الناس أن الطائر يطير ومن غير غاية ومن غير عمل، في حين هو الطائر يعني خرج للطيران، هذه وظيفته، كأنما خرج للعمل، يعني أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب صحيح. فهو يغدو خماصا، أي خاوي البطن، ثم يرجع ممتلئ البطن وقد شبع بعد أن وجد مكانا للأكل ومكانا للعشب فهوى إليه. جميل. فالعمل هو يعني أمر ثابت لا مناص. حتى الآية القرآنية دكتور إبراهيم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ثم قال: وكلوا من رزق الله. يعني لابد من السعي وبعدين يأتي الرزق. نعم. وإليه النشور كما جاء في الآية. تمام. جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني المشي والأخذ السعي بالأسباب، بعد منه يأتي الرزق. أستاذ لاحم، فيما يتعلق بالأجر على العمل، ورد في الأحاديث الصحيحة: من أمسك كالا من عمل يده بات مغفورا له. أود أن أقف قليلا عند هذا الحديث، وكيف يكون الكسب عبادة، بل إنه يعني الإمام القرطبي رحمه الله يعني يجعل الضاربون في الأرض كالمقاتلين في سبيل الله، واحتج بقول الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فكأنه سوى، يعني هكذا على تفسير القرطبي رحمه الله، أن الله عز وجل سوى بين أولئك الذين يجاهدون في سبيل الله في الدرجة مع أولئك الذين يكسبون الرزق من أوجه حلال. ولا شك أن أحد أدوات قوة الأمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالأخذ بها هي العمل والإنتاج. وأمة بلا اقتصاد وبلا ثروة أمة ضعيفة ومغلوبة مهزومة. وهذا يدخل في باب الإعداد من قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالعمل والإنتاج أحد أسباب قوة الأمم وانتصارها، وبالتالي الأخذ به هو من الأخذ من الأسباب والاستعداد لمجاهدة الأعداء ولنصر الدين. ولا يمكن أن ينتصر الجيش وهو جائع، ولا يمكن أن ينتصر الجيش وهو عريان، ولا يمكن أن ينتصر الجيش وهو ليس لديه سلاح. وهذا لا يفعله إلا العاملون الذين يعملون ويكدون وينتجون، هم الذين يدعمون هذه الجيوش.
صحيح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل تجهيز الغازي من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وقال لعثمان عندما جهز جيش العسرة: ما أضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذه يعني ما في شك أن العمل والإنتاج أمر عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، بل هو من فروض الكفايات التي يجب على الأمة مجتمعة القيام بها. فإذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وبالتالي العمل ليس مناط اختيار للأمة، وإنما هو مناط يعني واجب شرعي عليها، ولا يجوز لقادر على العمل أن يتركه. وعلى كل حال، كما هو معلوم، الأنبياء والمرسلون والصالحون كلهم كان لديهم مهن وحرف يأكلون منها ومن إنتاجها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا مما يعني يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نعم. أريد أن أقف فاصل ومن ثم نواصل حول موضوع المعاني أو الضوابط المعنوية لكسب المال. كونوا معنا مشاهدي الكرام. أهلا بكم مشاهدي الكرام، نتحدث عن الضوابط المعنوية في كسب الرزق. دكتور إبراهيم، هناك نصوص كثيرة تتكلم عن مواطن الرزق وتحدثنا يعني أين هي الأرزاق وكيف تكون الأرزاق، التمسوا الأرزاق في خبايا الأرض إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت. بداية، ما المقصود بالرزق؟ هل يقصد بالرزق فقط الأموال المادية، أم أن كلمة الرزق لها معنى أوسع من ذلك؟ حقيقة كلمة الرزق أوسع من هذا الموضوع المحصور في موضوع كسب الأموال المادية. هل نعلم أنه إنبات حبة من القمح أو من الزيتون أو من أي الأمور الزراعية الأخرى لا يمكن أن يتم إلا بعد أن تتحرك الأجرام السماوية والرياح تهب والسماء تمطر والأرض تتغير من حال إلى حال والشمس تشرق؟ هذه النبتة حتى تنبت أو الحبة حتى تنبت أمور كثيرة تحدث، قد صحيح. نفقه لها وقد نغفل عن كثير منها، عن أمور كثيرة. وهذا الموضوع يعيدنا إلى موضوع الاستخلاف. فالاستخلاف الذي تحدثنا وابتدأنا به الحلقة حقيقة هو لم يكن إلا بعد التسخير. قانون التسخير هو الذي بواسطته سخر الله تعالى موارد الأرض، بل موارد الكون، أمهات موارد الكون، كما ذكر الله تعالى بعضا منها في سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شمس وقمر وليل ونهار وأنهار وبحار وفلك تجري. حقيقة رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر لنا أمهات الموارد التي تحيط من حولنا حتى نفقه ونعلم أن الرزق الذي يصل إلينا ويرزقه الجنين في بطن أمه والحيتان في البحر وكل من على هذه المعمورة، نعم، هذا الرزق هو 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 مدلول واسع جدا، ولكن الذهن ينحصر دائما بالرزق المادي المحصور بالنقود بما ستحصل عليه من عملك. هذا أمر جزئي. فلذلك حينما نأتي إلى نصوص القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى قد
يعني ربط بين الرزق وبين عبادات وأعمال كثيرة ذكر منها على سبيل المثال قوله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض. وقوله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نعم. إذن هناك علاقة وثيقة بين الاستقامة وبين الرزق، فكلما استقمت كلما ساق الله تعالى عليك رزقا أكثر. والرزق ليس هو المادي فحسب، قد يكون الخلق رزقا، أحسنت، قد تكون الصحبة رزقا، الأمن والأمان رزقا، والصحة والأولاد، وقل ما شئت إلى الصباح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلها أرزاق وكلها نعم ينعم الله تعالى بها على العباد. كثير من الناس اليوم يشكو يقول يعني لم يعطني الله تعالى مالا وفيرا، أعطى فلان وأعطى علان، ولكن قد يكون صاحب صحة أرزاق كثيرة ولا يدري. سأتكلم عن هذا التفاوت دكتور إبراهيم. أستاذ لحم، يعني أشار الدكتور إلى موضوع بعض القواعد والسنن الكونية في الرزق فيما يبدو الله عز وجل، يقول: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوا الرزق في خبايا الأرض. أحاديث كثيرة تحدثنا، حتى الآية القرآنية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. بأموال، يعني فيما يبدو أن هناك أيضا ضوابط معنوية أو أشياء إيمانية تزيد في الرزق، ما هو رأيكم؟ ما في شك، يعني الله سبحانه وتعالى والعلماء يقولون إن أحد أسباب سعة الرزق هو الاستغفار، ولذلك كثير من العلماء يقولون يعني أن الإنسان إذا ضاقت به الحياة فليلزم الاستغفار، من لم يرزقه الله الولد فليلزم الاستغفار، فإن الله وعده بأنه سيرزقه الولد، ومن ضاقت به الأمور المادية فليلزم الاستغفار. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار أكيد إنه أحد أدوات وأسباب الوصول إلى الرزق بمعناه الأشمل الواسع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في خديجة: لقد رزقت حبها. جميل. سمى حب خديجة، حبه لخديجة، رزقا. جميل. صلى الله عليه وسلم. فكما ذكر الشيخ إبراهيم أنه الرزق أوسع معنى من ما يعتقده الناس وهو الأمر المادي. وبالتالي المؤمن يعني يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفر، وأن يبحث عن الرزق الحلال. قد يسأل البعض يقول يعني تجد مؤمنين كثر يعني فقراء مع عبادتهم. هذا السؤال، يعني هل يكفي الاستغفار دون الأخذ بالأسباب؟ يعني لا، حتى هذا يعني لا يلزم من استغفارك أن تحصل على الرزق، فقد الله سبحانه وتعالى يرزقك شيء أعظم من هذا الأمر. قد يكون المال فتنة لك. ولذلك عليه السلام يقول في الحديث: إن من عبادي، الحديث القدسي، إن من عبادي لو أغنيته لا أطغيته، والفقر أصلح له. وكذلك فالله سبحانه وتعالى: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صحيح. فالإنسان يجب عليه أن يفعل ما أمر به تعبدا لله سبحانه وتعالى، وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله. والله سبحانه وتعالى قد يعطيك المال ولكن يمنع عنك شيء أهم من المال. نحن نعلم أن هناك أناس يملكون الملايين بل المليارات. صحيح. وسلبهم الله الصحة، وهؤلاء لو أتاهم شخص وقال أسلب منكم هذه الأموال كلها ثم تمشون على أقدامكم لقالوا نعم. ثم تجد إنسان يمشي على قدميه، صحيح في بدنه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، وآمنا في سربه، ثم بعد ذلك يشكو الله سبحانه وتعالى إلى البشر، فيقول: ليس لدي، وما أعطاني الله، وما فعل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بات يعني آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فنحن في نعمة
من الله سبحانه وتعالى، وفي يعني كما قال أحد الإخوة السودانيين نحن في تزاحم من النعم من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها وأن لا يزيلها بسوء عملنا وأن يعني يوسع على إخواننا. حقيقة أستاذ لاحم أعجبني يعني السؤال الذي طرحته، أنه في كثير من الناس يقول أنا مؤمن وأستغفر وأخذ بالأسباب ومع ذلك لا أرزق المال، فأجبت أن الرزق حقيقة ربما رزق المال يكون فتنة له، وأيضا يمكن أن نقول له أنه قد رزقه الله الصحة، رزقه الله الولد، رزقه الله إلى آخره، يعني ربما يرزقه المال لكن ينفقه، يعني يكثر عليه البلايا والأمراض ونحو ذلك. فالرزق كما تفضلتم أنت وضيفي الكريم الدكتور إبراهيم أنه أوسع من المال، فلذلك لا نستطيع أن نقول أو أن نقول والله إلى الآن لم يرزق هذا الإنسان مع أنه أخذ بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا تسمح لي قد يكون الاستغفار الذي يقوله هذا الشخص هو بحد ذاته رزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لا يحتسب. فمجرد المواظبة على الاستغفار قد يدفع الله بك من الهموم التي لا تعلمها، تعيش آمنا مطمئنا بعيدا عن الوساوس وبعيدا عن الغموم بفعل الاستغفار الذي أنت مداوم عليه وقد لا تشعر هذه النعمة أيضا. عندما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره فليصل رحمه، الحديث يقول أنه من أسباب الرزق يعني معنى الحديث صلة الأرحام. كيف يكون هذا الإنسان؟ ربما كثير من الناس يقولون أنتم الآن تتعاملون بالمثليات وتتكلمون كلام يعني لا ينسجم مع الواقع، ماذا يمكن أن نقول لهؤلاء الناس؟ أبدا الذي ينكر هذه الأمور وهي أمور مشاهدة مجربة، لا يمكن لشخص ألف هذه الأمور وقام بها أن يجد العكس. أبدا. حقيقة صلة الرحم الأحاديث فيها أكثر من أن تحصى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ربطها بمسألة الرزق لا بد أن الترابط ترابط حقيقي. فقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فتحصيل حاصل، لأنه الذي يصل الرحم لا بد أن يهاديهم، لا بد أن يعطيهم، لا بد أن يتواصل معهم. فلذلك كل شيء معه رزقه. قد يكون قاطع الرحم ضيق الله تعالى عليه بسبب عدم تواصله مع أهله وذويه وأرحامه، والله سبحانه وتعالى حكيم. يعني لا سيما في أحاديث يعني إن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. نعم 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 نعم، حقيقة أحاديث الرزق مثل ما تفضل الأستاذ لاحم كثيرة وأكثر من أن تحصى في جلسة. دعني أنتقل إلى موضوع اقتصادي له علاقة في صلة الرحم. أستاذ لاحم، ربما إذا نظرنا إلى الدورة الاقتصادية الكلية، يعني عندما نقول صلة الأرحام، والصلة كما هو معلوم ليس فقط الزيارة، لا بدون شك هناك إنفاق، هناك هدايا، هناك من ناحية الاقتصادية الآن والدورة العامة، كيف يمكن أن يكون هنالك فائدة اقتصاد للاقتصاد الكلي ولاقتصاد هذا الرجل أيضا الغني الذي وصل رحمه؟ وفي الحقيقة أنه صلة الرحم يعني هذه ثبت فيها الأحاديث في بسط الرزق للإنسان، وأنا يعني شاهدت بعيني ولمست وعاصرت أناس ليس لديهم الكثير من الطاعات حقيقة، ولكن الله سبحانه وتعالى بل أن بعضهم لديه معاصي حقيقة، ولكن الله وسع عليهم في رزقهم وأعطاهم من حيث لم يحتسبوا، وعندما بحثنا في خبايا أمرهم وجدناهم بارين بوالديهم واصلين لرحمهم معطين لهم يمنحونهم بلا منة، فسبحان الله صدق الرسول صلى الله عليه وسلم
وكذب من كذب مثل هذه الوقائع. والله لقد شاهدتها بنفسي في أناس حقيقة لا يشهد لهم بالطاعة، ووسع الله عليهم في أرزاقهم، وعندما بحثنا وجدناهم هؤلاء الأشخاص بهم فيهم من البر بوالديهم ما ليس موجود عند كثير من المتدينين. جميل. وعندهم بذل وعطاء لأهل لذوي أرحامهم ليس لدى غيرهم. وبالتالي نحن نعلم أن الصلة الصلة كما ذكرت هي أصلا أنت لم ما تعطيه لذوي رحمك أنت ترفع أول شيء من قيمة الاقتصادية ومن دخله، وهو سينفقه، ثم إذا أنت تاجر سيعود عليك في الحقيقة. يعني نفترض أنك تبيع تجزئة أنت الشخص، إذا هذا أعطيت ذوي رحمك فأنت أعطيتهم فهم ينفقون. ولذلك الإنفاق دائما الإنفاق أحد وسائل رفع الاقتصاد، ولذلك تجد أحد مؤشرات مثلا تحسن الاقتصاد مثلا في أمريكا أنه يقول لك مثلا ثقة المستهلكين. صحيح. إنفاق صحيح. المستهلكين أحسن. بالتالي ما تدفعه بيمينك قد تأخذه بشمالك. صحيح. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم كما جاء في القرآن الكريم. سؤالي لك صحيح. حقيقة دكتور إبراهيم معي أقل من دقيقة، هو الموضوع حقيقة كان شيق، موضوع القناعة والرضا بما قسمه الله عز وجل، ماذا يمكن أن تحدثنا عن هذا الموضوع؟ 30 ثانية. جميل أن نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أو من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. غنى بين عينين يمكن. نعم. مجبرة. نعم. ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله. واحد يسأل طيب إيش ما كتب، يعني إيش ممكن واحد يحصل غير ما كتبه الله؟ عندنا رزق محتسب ورزق غير محتسب. الرزق المحتسب هو الراتب أو المصروف الثابت الدوري المعلوم، وقد يرزقك الله تعالى شيء غير في الحسبان أصلا، مكافأة، هدية، أي تمنع عنك الأمراض والمصائب وغيره، كلها والسعادة حقيقة تكون بالقناعة. أنا انتهى الوقت، لكن حقيقة مضطر لحتى لعلنا نعود إلى موضوع القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل في أحاديث أخرى إن شاء الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة حقيقة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبادي، باحث أول في إدارة البحوث في إدارة الشؤون الإسلامية، وأيضا من الرياض الأستاذ لاحم الناصر من جدة عفوا لاحم الناصر الخبير المصرفي والمستشار المالي. أذكركم مشاهدي الكرام بموضوع الحلقة القادمة: احتكار السلع والخدمات وأحكامها. للتواصل معنا على موقع القناة cnbcarabia.com وعلى شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر. أستودعكم الله مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.